العام؟ الذوق العام هي لائحة صدرت تقريبا من قبل رمضان بقرار من مجلس الوزراء وتم تطبيقها قبل يومين. من أهم الملامح كانت الانضباط في اللبس، وكان الانضباط في قيادة السيارة، وكان الانضباط في الأماكن العامة. أهم شيء كان عليه جدل هي لبس الشورت. مو موجود من ضمن اللوائح صح؟ هي موجودة تقريبا في حتى خصوصا للأجانب كانت واضحة، لكن هو موضحة بطريقة أخرى اللي هي يخدش الذوق العام. احنا شوف نبغى نبسط الموضوع، اللوائح احنا بنفكفكها شوي شوي، عرفت؟ عشان الناس تستوعب. نعم. أعطني ملمح كذا لأبرز الأشياء، يعني كيف أعرف لما أطلع بالشارع أني أنا مخالف للذوق العام؟ طبعا الملابس اللي اسمها ثوب نوم، اسمها ثوب نوم المفروض يكون في البيت. هذا طبعا ممنوع، بتروح تصلي، بتروح فيه أي مكان آخر، أظن هذا ممنوع. الشورت له أماكن، يعني بتروح نادي، بتروح تسبح، هذه ممكن. أما تروح بقالة بتجيب أغراض وترجع، فأعتقد أن هذا مخالف للذوق العام. تروح مول مثلا، تروح سوق، أي يعني هذا مخالف للذوق العام. تسوق السيارة، في عندك أغراض في السيارة بترميها برا، هذا مخالف للذوق العام. تكتب على الجدران، هذه أبجديات أعتقد. أبجديات، وهو القانون أبجديات، القانون يتكلم عن أبجديات، يعني لأن هذه الأبجديات مو مطبقة. الناس كلهم فيهم خير، لكن الناس قد تنسى، وقد إن ولازم للضبط، ولابد للضبط. جميل. طبعا العقوبات هي على مرحلة أولى وعلى مرحلة ثانية، فيها اختلافات أيضا بالمبلغ. بالمبلغ هو احنا عارفينه بالمبلغ، لكن ايش اللي يعني السمات اللي تكون موجوده في المخالفه الاولى والثانيه؟ طبعا اذا كرر العمليه نفسها مرتين فمعناته هو ما تعظ من المره الاولى. فلا بد يكون في مره اخرى ويكون مبلغها دبل. ايوه. فلذلك هو يتعظ ممكن الان، لان اكثر الناس بالكلام الطيب ما يتعظ لما تدخل في تاخذ منه. طيب تفضل. متحمسة أنا على العقوبات. لو تكررت مرة ثالثة ورابعة يعني تحس إنه أتوقع إنها حترجع على نفس المنوال، لكن أكيد إنه حيطلع فيها مستقبلا نظام آخر إذا كان تجاوز. يعني أتوقع إن هذه الأشياء بديهية، الواحد المفروض إنه ما يتجاوز. يعني المرة الأولى قد ينذر وخلاص. هم في مقطع شفناه شباب يقولون طيب على الاقل اول مره اعطونا تعهد انذار، مو على طول مخالفه. اعتقد ان القائمه قبل رمضان الحين لنا احنا كم، يمكن 6 شهور تقريبا، والموضوع هذا متداول بشكل يومي. فاكثر من كذا. طيب انذار في اعتبارات المناطق النائيه، تعرف في بعض المناطق النائيه فيها ناس بسطاء، يعني يمكن ما توصلهم الموضوع الضبط في موضوع، هل في تساهل او انه ماشي على الكل؟ انا اتوقع انه المفروض على الكل. لان اللي في المناطق النائيه بكره حيجي المناطق الرئيسيه. صحيح. اذا كان ما انضبط في منطقته فما راح ينضبط هنا. فحيشوف ان الموضوع طبيعي وعادي، فانا اشوف انه لا يطبق في كل مكان.